كثيرا ما نحيط أنفسنا بأوهام لا حقيقة لها ومخاوف لا مبرر لها، نبالغ في مخاوفنا من المرض، في مخاوفنا على الأولاد، على المستقبل، على أمور كثيرة، وننسى أن الله عز وجل الذي يدبر هذا الكون هو الذي يدبر أمورنا بلطفه وخفايا إحسانه وسعة رحمته سبحانه. وتأمل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فأسأل الله عز وجل أن يدبر أمري وأمرك على ما يرضيه سبحانه وما فيه خير لنا.